أوجد ميل الخط الموضح في الرسم البياني. يعرف ميل الخط على أنه الارتفاع مقسوما على البعد، أو يمكنك اعتباره أيضا على أنه التغير في واي مقسوما على التغير في اكس. دعوني أوضح لكم ما يعني هذا. دعوني أبدأ من نقطة عشوائية على هذا الخط، وقد تم تضليل بعض هذه النقاط. دعونا نبدأ هنا بواحدة من هذه النقاط. إذا أردنا أن نبدأ بواحدة من هذه النقاط، دعونا نفترض أننا نريد تغيير x في الاتجاه الموجب، إذن سنتجه إلى اليمين. ولنفترض أننا نريد الذهاب من هذه النقطة إلى تلك النقطة، فكم سيكون مقدار تحركنا على x؟ إذا تحركنا على x سيكون علينا أن ننتقل من هذه النقطة إلى تلك النقطة، أي ننتقل من سالب 3 إلى 0. إذا نذهب من سالب 3 إلى 0، والتغير في x يساوي 3. إذا التغير في x هنا يساوي 3. ما هو التغير في y عندما يكون التغير في x يساوي 3؟ حسنا، عندما نتحرك من هذه النقطة إلى تلك النقطة سنتغير بمقدار 3 على x، لكن ماذا يحدث لقيمة y؟ حسنا، قيمة y ستقل من موجب 3 إلى موجب 2، قيمة y ستقل بمقدار 1. إذن التغير في y يساوي سالب 1. إذا ارتفعنا إلى سالب 1، وفي الواقع ننزل لأسفل، إذن الارتفاع هو سالب 1 عندما يكون البعد، أي التغير في x هو 3. التغير في y مقسوما على التغير في x يساوي سالب 1 على 3، أو يمكن أن نقول أن الميل يساوي سالب 1 على 3. إنه سالب 1 على 3، وأريد أن أريكم أنه يمكننا فعل هذا بأي نقطتين على الخط. يمكننا أيضا الذهاب لأبعد من 3 باتجاه x. دعونا نذهب في الاتجاه الآخر، لنبدأ هنا من هذه النقطة ثم نعود للوراء إلى هذه النقطة حتى أريكم أننا سنحصل على نفس النتيجة. وحتى ننتقل من هذه النقطة إلى تلك النقطة، ما هو التغير في x؟ التغير في x هو هذا. التغير في x عبارة عن تلك المسافة، بدأنا من 3 وذهبنا إلى سالب 3، أي عدنا للوراء بمقدار 6. هنا التغير في x يساوي سالب 6. نبدأ الآن عند هذه النقطة، التغير في x هنا هو سالب 6، ونتحرك من هذه النقطة رجوعا بمقدار 6. كم سيكون التغير في y حتى نحصل على تلك النقطة؟ حسنا، قيمة y تبدأ من 1، ثم عدنا للوراء إلى هذه النقطة إلى y تساوي 3. إذا قيمة y الآن هي 3. ماذا فعلنا؟ إذا تحركنا للأعلى بمقدار 2، أي التغير في y يساوي 2. إذن التغير في y يساوي 2. الميل هو التغير في y مقسوما على التغير في x، أو الارتفاع مقسوما على البعد. التغير في y عبارة عن الارتفاع، والتغير في x عبارة عن البعد. إذن في هذا المثال الارتفاع على البعد هو 2 على سالب 6، أي ما يعادل سالب 1 على 3. ويمكنك التحقق منها بنفسك. خذ أي نقطتين من هذه النقاط وابدأ من واحدة من النقطتين وأوجد مقدار البعد عن النقطة التالية، ثم ارتفاع النقطة عن الأخرى. وبالنسبة لأي خط فإن الميل لا يتغير. دعوني أفعل ذلك بسرعة. هنا علينا أن نتحرك باتجاه موجب 3، إذن هذا هو البعد. إذن موجب 3 هنا هو البعد، لكن ما هو الارتفاع؟ حسنا، في الواقع لقد نزلنا إلى أسفل، إذا لدينا ارتفاع سالب وهو سالب 1، إذا لدينا سالب 1 وهو الارتفاع، أي نتجه للأسفل بعدما كان موجب 3. إذا الميل هنا هو سالب 1 على 3، وانتهينا.